بحث فرص لتحسين جودة خدمات المرفق العمومي الجواري بإبراز مختلف ابتكارات المؤسسات الناشئة في المجال واستكشاف ابتكاراتهم. أهم محاور الندوة الدولية التي نظمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. في الجزائر يعني يوجد كثير من المشاريع في الباركينج ترانسبور و سا ريبريزونت يعني ان غران بوتنسيال. كاين يعني مجال للعمل كبير في النقل وفي كل ما يخص يعني لي كوليكتيفيتي لوكال. المشروع تاعنا هو انطلق عبر فكره سيتي كو ان تيير دي زاكسيدون مورتيل سور اوتوروت سون كوزي بار لا سومنولونس فولون. دونك قلنا لي ريسك داكسيدون ا كوز دو لا سومنولونس سون تري نومبروز ان الجيري. ديجا لو ريسك لو نومبر داكسيدون ان الجيري en os. Donc l'idée c'est de faire un produit qui va réduire considérablement ces accidents. المبادرون بإنشاء المؤسسات الناشئة أكدوا على وجود حلول ذكية لتطوير الخدمات العمومية، محاولات تقابلها عراقيل ما تزال تحد من توسيع نشاطهم وإطلاق مشاريعهم. احنا الصعوبات تاعنا متعلقة بالبلد بثقافة الرقمنة اللي مازال ما دخلتش في المجتمع الجزائري. حاليا كما يقول لك احنا مجتمع مبني على الماده، لازم يشوف وثيقه، لازم يشوف، مازال ما راناش يعني في البيئه هذيك اللي تامن باللي تقدر تكون معلومه مرقمنه محطوطه في سيرفر يعني في مكان معين ومحمي كل شيء. دمج المؤسسات الناشئه في عمليه التنميه المحليه سيسهم في تحسين الجانب المعيشي للمواطن والاستجابه لانشغالات الجماعات الاقليميه على حد سواء.